شوف، هي كل العالم يريد يتمنى، وحتى الإعلام والصحافة والجمهور الكل، هاي مباراة الكلاسيكو. يعني أنا والله ما مدى أعرف هاي مباراة الكلاسيكو، لو يغيرون اسمها مو كلاسيكو. لا صح، احنا سميناها الديربي، هسه الكلاسيكو ديربي الكرة العراقية. بس مدى يعني أنا مدى أشوف اللاعبين يعني ذات أهمية لهاي المباراة. أنت فريق يعني نجوم ومنتخب وطني، وانتو واحد يريد يصعد من القاع والثاني متصدر دوري. يعني على الاقل متصدر الدوري خلي يلعب على اللي عنده، والثاني يجي يلعب يريد يصعد. احنا بدنا نشوف هاي الروح ماكو، يعني اخطاء كثيره. شوف يعني ثاني مسجلهن، يعني الدفاع انت عندك، شوف اول شيء الثنين ما ظهروا بمستواهم لا الجويه ولا الزهراء. زين عندك الدفاع، شوف تصحيح الاخطاء هاي مال يعني الثنيه، ما اعرف يعني المدربين ما يصححون اخطاء. يعني كل هسه كل لعبه الاخطاء نفسها، غير اكو تصحيح. زين العقم التهديفي، انت غير عندك مهاجمين على اعلى مستوى. يعني لعبه احنا اتذكر هي بالديربي على قولتك، اذا نلعب لو 4 لو 5 لو 6 لو 7 مع العلم بالعكس ضغط الجمهور على اعلى مستويات. يعني انت اليوم ما اعرف، يعني هي ترى خلينا مو انا هسه برايي مو بالمدرب ولا بالادارات، والله باللاعبين. اي طبعا، لان اللاعب هو هسه هو انت دا تكون تحت امرته، يعني مدربين تحت امره اللاعبين. ولهذا السبب احنا حتى تطورنا، حتى المنتخب الوطني ترى هاي انعكاسات المستوى اللي ظهر به، هذا هاي دورينا اكيد دورينا. ولهذا السبب ما احنا ما نعرف شو نريد احنا كلاعبين. انا هسه بس خلي يعني اقاطعك.